وللمزيد معنا عبر الهاتف من العاصمة السعودية الرياض الأستاذ سالم اليامي، المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية. مساء الخير أستاذ سالم، ومباشرة ما هي دلالات فتح السعودية لمعبر سلوى الحدودي مع قطر لاستقبال الحجاج رغم المقاطعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أختي الكريمة وأحيي السيدات والسادة المشاهدين. حقيقة هناك أكثر من دلالة، ولكن أبرز الدلالات في رأيي على الأقل هناك دلالتين. الدلالة الأولى هي أنه كما قال يعني معالي الدكتور أنور جردارش، أن مهما أحاول البعض تشويه العلاقات الإنسانية والإسلامية والأخلاق العربية بموضوعات سياسية، فأن السياسة شيء وأن الأخلاق والمبادئ والقضايا السامية والدينية شيء آخر. نجحت المملكة العربية السعودية اليوم وبالتأكيد بالتعاون مع شقيقاتها في هذه البادرة الغير مسبوقة التي في رأيي قدمت النزاع والأزمة القطرية إلى أعادته إلى المربع الأول، أن ليس هناك خلافا بين هذه الدول وبين الشعب القطري، وأن الشعب القطري مخدوم ومرحب به ومستضاف ليؤدي مناسك حجه بأفضل صورة، يعني استثناء من كل شعوب المسلمين في الأرض قاطبة. وتأكيد على أن الخلاف هو خلاف جوهري يتعلق بأسس سياسات وأساليب سلبية انتهجتها الدوحة على مدى عقدين، أضرت بجيرانها وزعزعت أمنها واستضافت كل من يتوسوس له نفسه بالتخريب في أمنها. هنا يعني أزاحت هذه الحركة في رأيي كل دعاوي يمكن أن تغير من أو تلبس الأزمة يعني قناعا آخرا أو تتيح للآخرين اللعب بها. الأزمة عادت إلى مربعها الأول، هي خلاف سياسي أمني على قطر، يعني التفكير جليا في جوهر الموضوع. أما قضايا أخرى فقد هذا التحرك السعودي العربي الإسلامي أزاح كل الشكوك حوله. طيب يا سيدي، إذا يعني لنسأل، لماذا لجأت قطر لتصوير السعودية على أنها بالفعل تتخذ من الحج وسيلة ضغط؟ يعني في أزمات مثل هذه، وعندما يكون هناك لاعبا يعني لا أريد أن أقول صغيرا بالحجم، ولكن صغيرا ربما بالخبرة السياسية وبالتجربة وبالحكمة السياسية، فهو يحاول حتى يعني استثمار المكاسب الصغيرة وحتى المكاسب الغير أخلاقية والتي يجب ألا تقترب أن نقترب بها من السياسة، مثل المعاني السامية للفروض الدينية والمشاعر الأخلاقية والمشاعر الأخوية وجذور العلاقات التاريخية التي لا يمكن أحد اللعب بها. صحيح. ولكن كما قلنا، إذا كان هناك يعني لاعب سياسي، ولاعب سياسي يحاول استثمار أخطاء صغيرة وتكبيرها عبر الإعلام لتصبح مكاسب كبيرة، هذه مشكلته، وربما هذا يكون درس يتعلم في المستقبل. ولكن هذه طبيعة القراءة الحقيقية، أن اللاعب السياسي بقطر حاول استثمار ما لا يستثمر، تسييس ما لا يسيس، ولكن هذا البادرة حقيقة العظيمة، وأنا أتحدث عنها بعظمتها كمواطن عربي ومسلم وخليجي حقيقة، وسعيد بما يعني حققه الشعب القطري الدمار رغم هذا الضغط. شكرا جزيلا للأستاذ سالم اليامي، المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. شكرا جزيلا لك.